I remember arriving here and seeing Lady Liberty. She represents everything that has to be protected. A present from the French people to the American people. You're tired. We all have an immigration story. She's being used all the time for protest. You're huddled masses. People from all over the world are coming here and they want to see her. Without freedom, you can't feel like you're a human being. You will feel like you're a thing, you're not a person. The Ministry of the Interior would like to announce to all citizens and residents that all women are absolutely prohibited from driving cars in the Kingdom of Saudi Arabia. It added, any woman who violates this regulation will be penalized. Saudi women staged an unprecedented demonstration to demand the right to drive cars like women in every other Arab country. Of course, the government will let us drive. We want to drive. الأمية والجهل عندنا في السواقات تلاقي واحدة معاها PhD بروفيسورة في الجامعة وما تعرف تسوق. نبي نلغي الأمية هذه في البلد. Hear this. Saudi Arabia has just announced it will allow women to drive cars. Saudi Arabia was the only country to have a ban on women driving. The change will take effect in June of next year. At least 10 women's rights activists were arrested. Some were released, others branded as traitors in pro-government papers. هي تصنف في القانون كجريمة خيانة عظمى هي من الجرائم طبعا المشددة والظروف المشددة للعقاب أيضا Today I'm an independent person. بالنسبة لنا حنا كنساء سعوديات هذا الشيء حجمه وتأثيره علينا بالمجتمع شيء جدا كبير وصعب حتى المجتمعات الثانية من خارج السعودية يتخيلونه. اسمي سارة صالح أنا لحد الآن ما قدت السيارة عموماً صار لي أبيع في السيارات تقريباً 6 شهور في المعرض هنا كنت سابقاً في نفس الشركة طبعاً 10 سنوات لله الحمد أول شيء كنت أشتغل في الكول سنتر خدمة عملاء فمجرد أنه صارت الفرصة في قيادة المرأة على طول رحت المعرض سيارات فورد مرأة إلى مرأة تفهم مثلاً احتياجها أكثر من الرجل
عندك في الألوان الداخلية السبعة للسيارة تقدرين تتحكمين في اللون اللي أنت ترغبين فيه. أوكي. فهمت. أوه، I like it. وهذه سيارة حلمي طبعاً اللي هي سيارة تورس. كنت أحلم إنه أنا يكون عندي سيارة خاصة، إنه أنا أروح العمل بنفسي يعني، وإن شاء الله إنه راح يتحقق قريب. أول ما نشر إنه في قيادة المرأة، أنا كنت السباقة يعني في التسجيل، على طول سجلت دون تفكير يعني، على طول أخذت الرابط وسجلت على طول. أستنى بس تجيني الفرصة إن شاء الله وأكمل يعني بالنسبة حق القيادة. المدرسة السعودية للقيادة تعتبر حالياً أكبر مدرسة تعليم قيادة في العالم، لأنه يشمل السيارات في مستوى المدرسة خاصة بالنساء فقط، فهي تضم 700 مدربة وتقريباً 250 سيارة. هذه وش فيها الحين ما طلعت؟ واقفة لها ساعة. إيه. يلا روحي روحي روحي. الآن وقت ذروة، فيكون هالوقت في مدرسة القيادة أعداد كبيرة متقدمين للقيادة. فرملة قوية أو تصادم قوي. أول ما فتحت المدرسة وأنا من الأوائل يعني، من أول ما فتحت المدرسة. لذلك دائماً نحذر وتكون مراقبتنا خدمة. في حادث قدامي أو في شيء صاير. يعني لما أفكر قبل إني ما أسوق والحين بديت مدربة سواقة وبديت أسوق، أحس إنه إنجاز بالنسبة لي صراحة. أول يوم لي إن شاء الله في التدريب بإذن الله. أنا قاعدة خلف القائد أو خلف السائق، أو دائماً أكون في الكرسي الخلفي. متشوقة حيل عشان أسوق وعشان أتدرب. مرحبا. أهلين أهلين سارة، كيفك؟ طيب الحمد لله. أنت كيفك؟ ها كيف مستعدة؟ يلا حط على الدي. أيوة برافو عليك. يلا بسم الله. بعدين كم أمشي؟ 20 عشان هنا فيه متدربات. يلا ارفعي رجلك، هي تبدا. برافو عليك. خلي سيارتك مستقيمه، اعطي اشارتك يسار. برافو عليك يا ساره. عدلي عدلي السياره اول هي عشان ما ندخل على الرصيف. اعطي اشاره بندخل هذا اليسار. هذا مع السياره هذه اليسار. تبين تبين تقريبه مره مره مره. يلا عطي عطي روحي. بس لأني بتروح. لا روحي توك. وهذه لا روحي انت، بنروح من هنا. شفتي في سيارة؟ اي اي بس من بداخلين الحين. يلا روحي دخلي، ما في احد. المفروض اوقف صح؟ المفروض وقفتي. اي تمكين مرة القيادة شيء مهم صراحة، ما في اشكالية صراحة بالنسبة لك، حريتي شخصية انا ما عندي مشكلة نهائيا. والله الموضوع عاجبني، ولكن من ناحيتي أنا شخصياً أنا ما أخلي عيالي يسوقوا. ما رضيت صراحة أول حاجة، يعني زوجتي ما أنا أخليها تسمح أنها تسوق السيارة. أول حاجة الغيرة، ثاني شيء نظرتها في المجتمع، يعني هذا الذي خلاني أمنع زوجتي صراحة.
ان السواقه مره مهمه ضروريه للمراه. انا عندي بنت مريضه سكر، احيانا يجيها حاله اغماء اني ما اقدر اتصرف، اني مكتفه مو قادره اسوي شيء. وطبيعه عمل برضو زوجي اللي هو السفر دائما، واني اشيل عنه اعباء الحياه، فهذا اللي خلاني ادافع بعد اني اتعلم السواقه. كانت عائلتي فخوره فيني. دورك كزوجة سعودية في مجتمع سعودي؟ إنه في ال... مش كمان بعرف أعبر. يعني أنت دورك كزوجة في مجتمع سعودي وش نفس التقاليد والعادات، زيارة والدتي، جلسة في البيت، الأولاد ومصاريفهم ومقاضيهم وأعمالهم كذا يعني. دوري كزوجة في المجتمع السعودي تربية أبنائي التربية الصحيحة المسلمة، مساعدة وإعانة زوجي في على أعباء الحياة، الإشراف من ناحية مدارسهم، الإشراف على مدارسهم، مذاكرتهم، متابعتهم، خلاص يعني أنه مأخوذة يعني فريندلي. المرأة طبعاً لما تطلع بتكون في البيت أو محمية في بيت بغطتها بتكون يعني جداً لا تحتاج حتى المكياج، أما في البيت لم مملكتها أنها تعيش العيشة اللي تراها مناسبة. هذا ما نص عليه الدين، أنه يعني في التستر وفي عدم التبرج. فأنا أشكل أو أشبه المرأة بالنخلة عندنا، لأننا مهتمين بالنخلة والشجرة عندنا، ليس لتقليل قيمتها، ولكن النخلة لها قيمة كبيرة في المملكة العربية السعودية مما لا شك فيه. يعني لما أتركها في الشارع ولا أتركها في البيت عندي محمية ومصانة وتزرع وتسمد وإلى آخره، ولا أنها برا في الشمس الحارقة الغبار في التعب، على أساس أنه في النهاية تذبل وتفشل وتموت. الآن الوضع اختلف، صارت الزوجة نفس الرجل. حقوق المرأة الآن صار يطالبها شعوب العالم، ولكن قلت لك يعني مو كامل الحقوق، لأنه الرجل برضو في أشياء يقدر أديها المرأة لا تقدر تستطيع أن تؤديها. الأب يبقى هو المسيطر، وليس المسيطر الكامل، ولكن الموجه اللي يوجه للطريق السليم والطريق الصحيح. يعني كل راع مسؤول عن رعيته وعن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. المرأة طبعاً فيما يخص عملها وفيما يخص أبنائها برضو، ولكن بحدود ضمن التقاليد والعادات الموجودة. فأختلف الوضع كثير عن يعني أول. نعم، نقطة تحول كبيرة وعظيمة وجريئة في نفس الوقت. In Saudi Arabia, in the past, the restrictions on women were extremely difficult. Men and women cannot be in the same office. Wherever there is a chance that a man and a woman can mix in an office, that sector was not a place for women to join. They cannot be treated in the same hospital surgery. They cannot go to the same university. They cannot go to the same school, even for entertainment. If they want to go to a restaurant, usually there is a curtain separating the men and the women. But all these kind of segregated spaces are now collapsing. و
Women can now go to football matches, they can go to concerts, and now we see that Saudi women are allowed to enter public spaces where men work or are present. During the economic wealth associated with oil, there wasn't a great pressure on women to go out of their way and seek jobs. However, as these economic resources begin to dwindle and we are living in the post-oil economy, now it has become important for women to actually get jobs. اسمي شهاد الحمازي. أول ما طلعت المدرسة السعودية الوحيدة في الرياض، طبعاً أنا كنت من أوائل البنات اللي سجلوا فيها. الحمد لله، يعني أنا من أوائل الناس اللي ساقوا في السعودية، ومن أوائل البنات اللي سجلوا كسائقات في أوبر. الساعات اليومية المعتادة اللي أقضيها في أوبر من 5 إلى 7 ساعات يومياً. القلق من الأهل خلال إني أنا صرت سائقة في أوبر طبيعي إنه وارد، والشيء اللي أكثر كان مقلقهم إني أنا ما أعرف نوع الأشخاص اللي راح يركبون معي في أوبر. أول تجربة لي كانت في أوبر، أول رحلة، كنت للأمانة متوترة لأني أول مرة أخوض هذه التجربة، أني أركب أحد غريب معي وأوصل المكان هو يبغاه. طبعاً في بعض الناس لسه ما تقبلوا فكرة أن المرأة تقود هنا في السعودية، فالفكرة بعد الأكبر أنها يعني امرأة وتقود كسائقة في أوبر. فأنا تعرضت صراحة المواقف، يعني لما أوصل للراكب يعني يكتشف أني بنت، يكنسل الرحلة فجأة. تقبل فكرة أن المجتمع رافض صراحة صعبة، لكن يعني الواحد لازم يحارب، ولازم يعني يقنع نفسه ويقنع اللي حوله أن هذا الموضوع عادي. هذا الشيء قرارها هي بالنهاية، ما حد يقدر يتحكم فيها. أولاً لأن القرار صادر يعني من أمر ملكي، وهذا الأمر الملكي ما حد يقدر يعترض عليه. Saudi Arabia is an absolute monarchy. The king is the supreme leader. He can decide on everything. From the status of women to foreign relations. The red line is always going to be crossed if someone mentions the king or the crown prince Mohammed bin Salman in a negative way. Citizens do not have freedom of speech. Got a very safe, capable driver behind the wheel. Just stay cool. الحمد لله الآن بنعرف الداخل الشمالي وما في أي مشاكل. السلام عليكم. هذه لجين الهذلول توا واصلة إلى الرياض، في طريقها إلى البيت، تسوق ومبسوطة إن شاء الله. الصورة هذه بعد 10 سنوات نبي نبدأ نضحك عليها. سلام. Many people are confused inside Saudi Arabia and outside it about why
We have an openness unprecedented in the history of the country. But at the same time, there is this sort of repression that is taking place across the board. And many people ask the question, why this is happening? And the answer to this question is that this is an absolute monarchy that does not want to give credit to anybody apart from itself when it comes to social, economic, and political change. الشيء اللي ما يعرفونه أغلب العالم أنه يعني حتى مع قرار المنع البنات كانوا يسوقون. أول تجربة قيادة لي كانت مع والدي لما كنت في رابع ابتدائي، كانت في البر، كانت أول مرة مجلسني في حضنه وكنت بس ماسكة الدركسون وأسوق. أنا والناس اللي أعرفهم اللي بدينا نتعلم سواقة في البر، فلو أننا سقنا مثلا في الحارة أو شافنا المرور ممكن نتخالف على هذا الشيء. المرأة السعودية تنشأ بطبيعتها هنا قوية، تواجه كل الصعاب، تواجه كل الضغوط من المجتمع. الشعب الأمريكي أو الشعب الأوروبي أو العالم أجمع، يعني الصورة النمطية اللي في باله أن المرأة يعني مستعبدة في بيتها، ما تطلع، ما تروح، ما تجي. الحقيقة أنها هي امرأة تعتمد على نفسها بكل المجالات. تغيير للنفسية إنك تجي مكان هادي كذا، بعيد عن 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 إزعاج المدينة. شخصياً بالنسبة لي البر أفضل مكان إني أصفي فيه أفكاري، لأنه زي مثل ما تشوفون مكان هادي، بعيد عن الناس. أبوي قبل لا يتوفى هو كان من أكبر الداعمين أصلاً لقيادة المرأة، وكان يتمنى أن القرار هذا يصدر. وأنا أعتقد لو أن أبوي عايش الآن سوف يعني يقدم لي الدعم الأكثر من أي فرد ممكن يعني أتلقاه منه. بس أبوي توفى قبل 3 سنوات الله يرحمه، وأنا متأكدة أن لو أن الحين موجود كان بيكون شديد الفخر فيني. Today we are at the Saudi Time Attack here in Riyadh, where we have seen female race drivers who participated for the first time ever here in Saudi Arabia. And today, yeah, it's actually a very big day because it's the last round. I started driving when I was 13 years old. I really wanted to take myself and my family around. And I told my mom the idea and she liked it and she was supporting. I was disguising as a young boy. When I hide my hair, I look like a guy. So it was really easy for me. I was so afraid. I used to scream a lot because of Amjad, and he was driving so bad. But after that, I used to, they used me as, reverse sensor. The reverse sensor. So I look at the back and I make sure no cars are there. And yeah. She's like, okay, you can go, you can go, come on, yeah. I started racing actually after I joined a Formula student team in my university. I wanted to be the driver so bad because they were underestimating all females in the team. They were only looking for males to be drivers. So I wanted to prove them wrong. I really like competitions, especially if it's include beating guys.
طلعت مكان كذا كبير مره. Actually it's very scary. There is a black smoke right there because the yellow carpet is on fire. The driver got out the car, thank God, and now the recovery team are in working, and he's safe. Every time I see an accident like this, I realize how dangerous this sport is. But my sister is brave. She know what she's doing, and I trust her. مرحبا تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم، شرفونا، حياكم الله. تفضلوا. هنا الوالدة، الله يخليها لنا إن شاء الله. أنا غير مرتبطة ومع أسكن مع أهلي، مع الوالدة ومع خواتي اثنين. وعندي أخوان اثنين مع زوجاتهم طبعاً خارج البيت أكيد. وأنا عايشة بالمطبخ أنا وعصافيري. إي والحمد لله قاضية وقتي على ما يجون بناتي. يعني أنا ربيتهم وهم صغار. زوجي الله يرحمه صار له 11 سنة متوفي. الحياة كلها كفاح. أنا يعني وقفت مع عيالي ربيتهم درستهم انغرز فيهم هذا الشيء. يعني ما عندنا طلعات ومشاوير وروح وتعال لأن الله من عليهم واشتغلوا الحمد لله والشكر الله غناهم. أكيد راح أفيد فيها أهلي بالأخص الوالدة. يعني أوديها المستشفى، أوديها السوق، أوديها تقضى أمورها. ما كرمكم الملك والله يحفظه وسمح لكم بهالشيء. أكيد. اللي يعرف بنات سعودية كفو رجال. والله الوحدة بثلاثين رجل، كل من يحلف بحياتها. الحمد لله. السياقة مقدور عليها، تدربتي إن شاء الله تجيبين السيارة. تاخذين راحتك عين وتجين براحتك دوامك توديني تجيبيني اريح لنا. اكيد. وانا يا المره الكبيره لو فسح لي المجال والله لسود ما استناك على ما تجيني من الدوام. ده حوديك واجيبك حتى لو انت تسوقين ان شاء الله. بروح اسير وبروح اروح السوق واروح طبيبي. من جد انا ان شاء الله بسوق على الاقل ادفع نفسي. مستعدة اليوم؟ أكيد. يلا بنطلع سيدة عشان نطلع برا البوابة نروح. وين؟ وش فيك خايفة؟ لا إن شاء الله أنتِ قدها. أنا معك إن شاء الله ما تخافين. هنا 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 هنا. طيب. بس استقبلينا. يلا انتبهي يلا. يلا زيد البعد. معلش. هنا هنا هنا. ريلاكس سارة ريلاكس. ركزي شوي في الدوارات. ركزي شوي. زيدي السرعة شوي عشان بناخذ دوار يسار. قلت لي اروح ثلاثة عشر. يا ويلي يا سارة جبتي العيد.
قلت لك الدورات احيانا تخربط. هو لانك تحكي لي يعني عرفتي فما ما ادري مين يسا. يلا يلا طيب روح صور بس حطي على البي. ما استوعبتي الدورات؟ ابدا. كم لك الحين تشتغلين في أوبر؟ صدق أنا من عرفت يوم قلتي لي صح انصدمت مرة. قبل 3 شهور بديت في أوبر. طيب السواقة صارت مرة مصدر رزق للبنات كثير. قاعدين قاعد أشوفهم يدخلون في كل المجالات. إيه إيه إيه. مرة قاعدين بشكل سريع مرة. أيوة إيه بشكل سريع. أحس إني فخورة فيهم مرة. وأصلا لما أشوف عروض التوظيف ترى كلهم يبغون بنات 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 بنات. كلنا عندنا زملاء وأصدقاء في العمل في أماكن كثير إنه ذكور. يعني أتذكر حرفياً بس قبل 4 سنوات أول ما دخلت الجامعة كانت ما زال يجيني رفض، مع إنه خلاص 4 سنوات قريب ما زال يجيني رفض على إنه كيف راح تشتغلين بمستشفى مع رجال وشفتات ليل وما أدري كيف، بينما الحين حرفياً خلاص بعد 4 سنوات أنا أشتغل طبيعي. فصح تقبل الناس مرة صدمني، يعني أنا ما توقعت إن الناس بتتقبل هذا التغير بسرعة، خصوصاً كيف كنا وكيف صرنا. أوبر؟ يس. بد اليوم ها؟ والله مرة. ما شاء الله. ما شاء الله. أنا أعرف ناس كثير يعني شباب في أوبر، بس أول مرة تصدم معاي بنات. من وجهة نظرك الشخصية، هل أنت مؤيد ولا معارض أن البنت تشتغل زيي في أوبر؟ لا مؤيد تماماً، يعني ما في أي شيء يمنع أن البنت تشتغل في أوبر. أنا صراحة أنا أحد الأشخاص اللي يعني في البداية كنت أخاف لما كانوا يقولوا لي يعني بنت تسوق. أنت كنت تخاف؟ أنا كنت أخاف فعلا. طب ليش؟ أنا طبعا كنت خايف من سواقة المرأة إلين جت فترة وطلعت سافرت وصار يعني انحطيت في مواقف كذا وصار حريم اللي يسوقوا فيني. تغيرت نظرتك من هذا الموقف. حلو. ولكن هنا زادت ثقتي أنه ما في شيء أقل للمرأة أنه ممكن تسوق. يعني الآن بعد كذا أعتقد إنه هتحتلون أنتم ما شاء الله تبارك الله الرجال، وتأخذون مناصبنا وتأخذون وظائفنا. شوف هو حنا ما نسعى لكذا قد ما نسعى للمساواة صراحة. يعني البوينت حق البنات هنا أننا ما نتعدى العيال، أننا نصير متساوين. أنت تحس معارض لهالشيء يعني ولا؟ أنا لا مو مسألة معارض لهالشيء، ولكن أنا أشوف إنه ما حنوقف كذا. يعني زي ما قلت لك البنت أو الأنثى بطبعها عاطفية. أوكي. فالعاطفة في الموضوع هذا حتطغى، ودام أخذت مرة حاخذ مرة ثانية وأخذ مرة ثانية وأخذ مرة ثانية. فأبغى يعني اللي أخاف منه إنه بعد كذا إيش المتطلبات؟ أوكي يعطيك العافية شهد. والله صراحة جدا جدا أمتعتني سواقتك على عكس ما كنت خايف منه يعني. الحمد لله أثبتنا وجهة نظر كويسة أنت. سلام عليكم. الله يعافيك. The right to drive is important for working women and for all women who choose to drive, but it is not enough to think that the ambition of Saudi women will stop at the wheel. The guardianship system is one of the critical restrictions that women face in Saudi Arabia. It is a mix of social and cultural values and
a set of religious interpretation specific to Saudi Arabia that give women less power than men when it comes to deciding on important issues in their life. The guardianship system dictates that women are minors even if they are adults. Usually when a father dies, the guardian becomes the brother. If a woman gets married, then the husband is her guardian. If she's divorced or the husband dies, then her son becomes the guardian. افكر بمفتاح ثاني افكر في يعني توجه ثاني لكن اما فكره الوصايه ما للرجل غنى صراحه الرجل قوى هذه ايه عن الرجال يقومون على النساء في كل حاجه بالعكس انا ايد والله يسر انك ترفع الوصايا خلاص احنا فكينا الباب خلاص يصير الرجال ما له داعي تركزين تجيبين وقت لكل سكتر لحالك عشان تتسهل عليك صح يا رب ما اكون ديستراكتد ريلاكس ريلاكس قد ما تقدري ريلاكس كل ما تدخل ستريس تبدا تضيع بس اني ادعس المفروض يعني انت رايحه فول ثروت بس انت سموث حلو فيها مشكله I'm fascinated by speed and I really enjoy beating people. I have big ambitions. I'm really dreaming of winning a world championship. It's really crazy, but I believe that's gonna happen one day. I believe it's possible because everything we thought it was impossible, it's actually happened. So why not? We can't film this. She's fine, thank her, thank God. She's fine. Marshall. What happened is it was a snap oversteer. It happens with every driver. And for me, this was a lesson. It's really interesting experience because now I learned how to overcome such accidents and problems in the future. بطلت الموسم في دايمتاك بطولة كسر الزمن السعودية أيضا أحد الأسماء التي لمعت وأيضا بدأت تظهر على الساحة الإعلامية السائقة وبطلة الموسم Thank you.
When I win, I feel really great. A girl in the podium was my dream, actually. I feel so powerful. I feel great. I feel like it's really happening. I'm in the future. I think me and everyone in Saudi Arabia is so optimistic because we're all sensing all the changes. Saudi women are creative. Saudi women are doing very great jobs, and they're now doctors, they're scientists, they are many huge things. We're going forward, we're improving. the thing is, I don't want to show that everything is fine when because it's not fine. Because we have main problems. That but we don't want to show the problems and negative. We don't want to be very dreamy about the situation here in Saudi Arabia, but yeah. we want to be realistic. We have a different culture from all the countries. There are some females who can't do whatever they want to do because of their families. The problem now is with the strict families or close-minded families. A young Saudi woman is on Canadian soil after being granted asylum in that country. The 18-year-old arriving in Toronto just within the past hour. Okay, I'll give the flowers to her. Okay, so everyone, this is Rahaf Alknan, a very brave new Canadian. I was not treated respectfully by my family, and I was not allowed to be myself and who I want to be. As you know, in Saudi Arabia, this is the case for all Saudi women, except for those that are fortunate enough to have understanding parents. The Saudis denied they had tried to force the teen to return home. Her case is the latest to highlight Saudi Arabia's strict guardianship laws that force women to have a male relative's consent to travel or marry. واحدة من النقاشات التي تصدرت منصات التواصل كان مضمونها اتهامات لكندا بتسييس قضية الفتاة وتحويلها من مشكلة عائلية إلى فرصة لتصفية الحسابات مع السعودية أو تسييس القضايا الإنسانية. صعب هزيمة السعودية يجب أن تكون دولة لدولة مو بذر فرحانين فيها. طيب بنات اسمعوا شفتوا سالفة البنت اللي هربت لأنه يعني كانت تتعرض لكثير من التعنيف على كلامها هي يعني شفتها مرة وضجة كبيرة بتويتر يعني صارت قضية رأي عام وصار مرة. كل أحد يحكي عنها زيادة وكل الأخبار اللي قاعدة تطلع يا إما أن نسمح لنا في القيادة وجميع النساء معنا حاكبين ولا يعني هذا مشكلتهم يأخذون نموذج واحد وخلاص على هذا النموذج يبنون أنه هذه سعودية كاملة هذه بنات سعودية كاملة هم كذا قاعدين يعيشون كذا عشان بس ممكن واحدة طلعت يعني لها قضية ممكن حظها سيء ان اهلها مضطهدين اهلها معنفينها يعني هذا الشيء موجود لكن موجود ما يتعمم على الكل الموضوع يختلف جدا هذا هو في ناس طبيعيين عادي في اوكي ما ننكر في حالات يعني شاذة شوي ووضعهم جدا سيء ولكن يعني في الاخير يختلف للاب والعائلة نفسها والتربية ترى وهذا الشيء مو بس عندنا بالسعودية ترى فيه موجود بكل العالم كل العالم يعني سواء مجتمع غربي ولا مجتمع طبيعي. مسلم موجود بس هم العين كلها هذا علينا مرة قاعدين على زمن نحن بالخيام لسه أي فعلا يعني تدرين يما الناس برا ترى عبالهم حياتنا مو حلوه بالسعوديه ناس من العلينا لا والله صدق ما يعني احنا الحياه بالسعوديه خاصه للحرمه انا هذا رايي لفينا العالم كلها ما حصلنا راحه مثلها والله يعني منو قال الحرمه السوق بالسعوديه هي بس هذه كانت باقيه
أقدر أدرس وأقدر أشتغل وأقدر أطلع وأقدر أتسوق وأقدر أروح مثلاً شوبينج، أروح كافي، ما في أحد راح يعني يمنعني من هذا الشيء. كل دولة لها نظامها، يعني مثلاً في أمريكا مختلفين، في الخليج مختلفين، في المملكة مختلفين، فلا بد إنه إحنا نحترم في كل بلد نحترم أنظمتها وقوانينها، فكل بلد لها حرية خاصة فيها. The driving ban became a symbol. It was not the only right that Saudi women wanted. المطلب الأول تحديد سن رشد المرأة بحيث يكون مطابق لسن رشد الرجل، والمطلب الثاني إلغاء كافة الأنظمة اللي تشرع ولاية الرجل على المرأة. It's extremely difficult to be an activist in Saudi Arabia and escape imprisonment. اولا احنا لا يوجد عندنا اي اختلاف مع رجل الدين او مع الاسلام. احنا اختلافنا مع قوانين وضعيه استجدت من عام 1982 في انظمه الدوله الى الان، ولا تمت لديننا الاسلامي بصله، ولا تمت لاي عاداتنا ولا تقاليدنا. احنا نتكلم عن قوانين موجوده في الدوله وتؤثر على يعني كما الناس ذكرنا اللي لم يحظوا بولي امر متفهم. For the first time, the Saudi official press published their photos with the word traitors. The public prosecutor said that their charges are related to national security, their charges are related to working with foreign governments, their charges are related to working with people who seek to undermine the Kingdom of Saudi Arabia. Assalamu alaikum. Assalam wa rahmatullah. عارفة أول مرة أركب مع سائقة أوبر؟ والله؟ إيه. عاد كثروا الحين البنات اللي في أوبر ترى. ما شاء الله. طيب أنت يعني أنت شايف التغييرات والقرارات اللي ما شاء الله كل سنة قاعدة تطلع. مش تحس باقي قرارات أو أشياء تحس إنها لازم تصير؟ صراحة خلصوا كل شيء. بس طب أنت تحس من وجهة نظرك هل باقي شيء؟ والله اللي بشوف الآن واللي بيتكلمون عنه أغلبية الـ الـ النساء الموجودين في السعودية هي الـ إيش اسمها هي؟ الولاية. إنه يكون في ولي أمر عليك هو مفروض يسوي عنك كل الأشياء اللي مفروض الشخص الطبيعي يسويها. أكيد إنك شفت الأجل، تذكر الهاشتاجات اللي كانت تصير قبل يطلع قرار القيادة إنه سعوديات نطالب بالقيادة وما إلى ذلك. أكيد إنك الحين قاعد تشوف الهاشتاجات حقت سعوديات نطالب بإسقاط الولاية اللي هم يبون إنه حق الوصاية على السفر أو تصريح السفر إنه يطيح خلاص. هل أنت مع ولا ضد؟ لأن في مشاريع مرة كبيرة من المجتمع خاصة أنتم يا رجال ضد هذا الموضوع. والله شوفي بكل أمانة ولاية الأمر أنا بشوف إنها بشروط في حالة إيش مثلاً لو البنت تبغى تطلع تدرس برا تتعلم حاجة زي كذا جداً إنها تطلع مثلاً بدون موافقته تمام؟ تمام. بالنسبة للسياحة والأشياء ذي أنا أشوف إنها تستلزم إن موافقة ولاية الأمر. طيب أنت ليش ضد إن البنت مثلاً تطلع سياحة سفر بدون موافقة ولي أمر؟ إذا أنتم عادي تطلعون طب ليش حنا مثلاً أنت تحس إنه ضد هذا الشيء؟ ممكن يصير مثلاً في عمر معين مثلاً فلازم طيب. تكون واحدة واعية وفاهمة اللي بتصلحها. طب شوف هذا اللي انا اتكلم عنه ان العيال عندهم الى سن معين بعد السن المعين خلاص يعني يسافر بدون تصريح ولي امر، فهذا الشيء المفروض يطبق على الجنسين يعني لان يعني اذا تتكلم عن بنت عمرها 21 خلاص هي بالغه وراشده.
والله شكلك أخت شهد من الحقوقيات اللي في الهاشتاجات هذه في السوشيال ميديا. والله شوف يعني ترى كل بنت فيها يعني حقوقية نسوية صغيرة. بس طبعا انت ما شاء الله شايف التغيير اللي قاعد يصير بالسعوديه بالسنين الاخيره صح؟ ايوه اكيد. يعني انا اشوف المجتمع خاصه من هالناحيه قاعد مره يتغير، خاصه جيلنا احنا اللي بالعشرينات يعني. الجيل اللي قبلنا يختلف تفكيره عن الجيل هذا. أعتقد أن الرجل والمرأة بالشكل هذا تقريباً متساويين، لكن أكيد يعني التطور راح يكون أكثر. المجتمع الحين ما انفتح مرة، ما زال مسكر زيادة، خايف، فأتوقع مع الزمن بيصير كل شيء تمام معهم، يعني بيعيشون كلهم الحريم زي يرجع بالضبط. يعني أخواتنا هم كلهم فايش؟ إحنا راح ياخذون حقوقهم بإذن الله، إحنا معهم في أي وقت. مستعدة لأنه الحمد لله يعني أخذت تدريب كافي. على كثر ما أنا تعلمت الدورات إلا ما أني أحس أني قاعدة أتلخبط. إن شاء الله يا رب أنجح على طول، ما يصير أي شيء يعني يعيق هذا النجاح إن شاء الله. أوكي أوكي، يلا يا سارة، يلا تعالي طلع من هنا. They always say I'm a strict examiner, but I always imagine the lady with her kids or with her mom. And if I feel she's gonna be safe on the road, so that's cool. If not, I feel, no, she have to, you know, train. You know, it's dangerous. That's why they call me a strict examiner. قولت الله أكبر تنجحني وتوفقني الله يكرمك. Okay. هذه فيها رسوب فوري immediate fail. هنا عندنا minors faults. ترى الاختبار جدا سهل، إذا أنت تعرفين تسوقين ترى سهل. اللي تحتر إذا أنت تحترين تدريب راح أقول لك يا سارة تحترين تدريب أكثر. إن شاء الله إنه ما في مشاكل بإذن الله. إن شاء الله. يلا سمي بالله. إحنا نطلع الحين على الشارع. أوكي. نسينا شيء وشو؟ شوف المراية. اوكي. اوكي. راح نغير المسار لليسار. راح نغير المسار لليمين. هنروح مع الدور ستريت سيدا. يوتيرن مع الدور. يوتيرن هنا. يوتيرن من هناك. يعني أكمل الدور. هنا. سرعتنا نفسها 50. خليك على مسارك، نبغى سرعتنا تصير 50. اوكي، راح ندخل المدرسة على اليسار. راح نسوي باركينج يسار هنا.
بس هدئي هنا اختاري بارك من هنا اوكي حابه تعدلين اي شيء لك فرصه تعديل اذا حاسه انه تمام عادي ممكن يلا مش تمام ان شاء الله اوكي احنا على الخط اللي من هناك شويه كذا بس شيء بسيط اوكي كيف شفتين الاختبار؟ حلو ولو اني نسيت لا ما ادري بس كيف بشكل عام؟ بس هذا ما يعني ما يطلع شيء ما يسقط يعني ان شاء الله هو شوفي خليني بقول عندك كم غلط؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عندك 10 غلط لكن ناجحه يعني خلاص امانه مبروك ادري يلا لك الحمد مبروك الحمد لله الله يبارك فيك يا ربي مره يوفقك تستحقين والله حبيبتي والله مره شكرا الله يسعدك مره مبسوطه لك ساره اوكي برافو الحين بس الله يوفقك يا ربي ويوفق كل البنات ان شاء الله يا رب امين يا رب العالمين نجحت الحمد لله يا رب هلا والله قريت اني نجحت مبروك ألف الله يبارك فيك احلى خبر سمعت اليوم والله هذه جهودك حبيبتي انت ما قصرتي يا عمري صدق مره شكرا مره شكرا خلاص تركب ماما كيف ماما جد؟ مبسوطة؟ تمام أحسن من ذلك التعفيق الأخوان تركبين وبس تكلفتين تبعين برا حاسة أنه هذه حياة جديدة يعني أنا باديتها الحين لأنه شيء أنا منتظرته شيء كنت أتمنى وحلو إن أنا قاعدة أسوق الحين بنفسي بالسيارة اللي أحبها بعد يعني. I think that in a few years, Saudi females will be as strong as what they want to be. We're looking for more changes. It would be really amazing if all females in Saudi Arabia, despite the mentality of their families, have their own rights of deciding their way of living. Whatever happened to Saudi women before, we believe that we are the new generation. We believe that nothing can hold us back and we will do it as long as we believe in ourselves. فأنا ممتنة لهذه التغيرات اللي قاعدة تصير الآن سماح المرأة بالقيادة أنا من وجهة نظري أنها أول خطوات التغيير الكبير عندنا هنا في السعودية هذا الشارع طبيعي أيه هذا بيت الحمد لله حسنا أيه والله الحمد لله